تفتكر بقى حاجة زي دي تستحق حلاوة كبيرة عشان طوري ولا ايه؟ هتبقى تاخد حلاوتك من اول قطفة. تفتكر الشجرة الألاجة دي تطرح ايه؟ هتطرح فلوس كتير يا شنطوري، فلوس كتير قوي، وبعد كده مش هتغلب في اي زبون. انا خايف تدبل مننا. انتوا بتهزروا في اكل العيش؟ اكل عيش ولا اكل خضار؟ ادينا بقى حلاوتنا وهنسيبهولك تتمهلس عليه براحتك. ماشي، حلال عليكم. عايزين نشوف لك بقى قصرية زرع على مقاسك يا اخضر انت يا مزهزه. شكل كده داخل على صداع ولا ايه؟ لا لا، تمام تمام، مفيش حاجه. يعني محدش منكم عارف هو راح فين؟ لو عارفين اكيد ما كناش هنخبي، ولا كنا هنسيبه من الاصل يتحرك بالمركبه ويعرض نفسه لمخاطر الفضاء. انت يا مارو اكتر واحد عارف شر الكائنات الفضائيه وخطوره الوصول لكواكب جديده. واضح ان القوانين الموجوده مش كفايه عشان تسيطر على الاهمال اللي في الكوكب. لا وزراء بيشوفوا شغلهم ولا أهل بيسيطروا على أولادهم. نطمن على أوز ابن عمي، وبعد كده أي حد غلط هيتحاسب على غلطته. مولاي، قوات البحث الكوني وصلت لنتائج جديدة، قدرنا نرصد مسار الطاقة الكونية المنبعثة من سفينته وعرفنا مكانه. سكت ليه؟ كمل، وصل فين؟ أوز وصل لكوكب جديد على بعد 500 مليون مليون كيلو متر. يعني عدى المسافة اللي انت وصلت لها؟ بأضعاف. فوضى يعرض حياته وحياة كل اللي على الكوكب للخطر عشان شوية لعب عيال؟ اوقفوا كل الاحتفالات، احنا في حالة حرب مع الكوكب اللي وصلوا أوز عشان ننقذه من هناك، ولازم نجهز كل قوتنا.